أحبتي أبشركم وأقسم لكم بالله ثلاثا أن هذا الوباء سينتهي لا محالة لا محالة، لأنه من سنن الله ألا يقول بلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سنن الله أن البلاء وقته قصير. ولكن أحبتي كورونا سينتهي لا محالة، ولكن سألتكم بالله ثلاثا، سألتكم بالله ثلاثا، إذا انتهى وباء كورونا لا تعودوا بعدها إلى الربا، إذا انتهى وباء كورونا لا تعودوا بعدها لإرسال بناتكم إلى الاختلاط. سألتكم بالله، ونحن اليوم يمتنع الرجل أن يسلم على الرجل، وتمتنع الفتاة أن تسلم على الرجل خوفا من كورونا. سألتكم بالله، كونوا على ما أنتم عليه أيتها النساء، كونوا على ما أنتم عليه بعد كورونا. الناس التي أصبحت تخاف اليوم من الموت وتصدع المستحيل من المعقمات ومن الوقاية خوفا من الموت، أسألكم بالله ابقوا على ما أنتم عليه بعد كورونا. المساجد التي نزلت الدموع شوقا إليها بعدما أغلقت، اعلموا أنها كانت فارغة في صلاة الفجر قبل كورونا، فابقوا عليها بعد كورونا. سألتكم بالله، هذا الحال من الإيمان، هذا الحال من التقوى، هذا الحال من الخوف، هذا الحال من الهلع، هذا الحال من القرب من الله والخوف من الموت، اثبتوا عليه بعد كورونا، والله ستكون الدنيا بخير. اليوم الناس كلها تطلب السماح من بعضها البعض، والكل يرسل الآخر. سألتك بالله سامحني، سألتك بالله اعف عني، كورونا سينتهي، ولكن لا تعودوا لقطيعة الأرحام بعده، لا تعودوا للربا بعده، لا ترسلوا أباءكم وأمهاتكم بعد كورونا إلى دار المسنين. بعد كورونا الدول العظمى التي سقطت اليوم ليس بفعل قنبلة ذرية، سقطت اليوم الدول الكبرى، أقوى دول اقتصاد وقوة عسكرية في العالم، سقطت ليس بفعل صواريخ عابرة للقضاء، وإنما سقطت بفعل فيروس لا يرى بالعين المجردة. هؤلاء هل سيبقون على ما عليه؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف السوريين؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف الغزيين؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف اليمنيين؟ أين الأخبار العاجلة التي كنا نسمعها عن قتل العراقيين؟ كل العالم صمت عن الظلم وعن القتل، وإن الطفل السوري الذي قال قبل أن يستشهد قال سأخبر الله بكل شيء، قال قبل موته، طفل صغير 8 سنوات، قال سأخبر الله بكل شيء. انظروا للعالم اليوم، انظروا للعالم اليوم الظالم والقاتل خائف من فيروس. أتمنى أن يبقى خائف إلى يوم القيامة، أتمنى بعد كورونا ألا تعود القنابل والبراميل المتفجرة تسقط على أهلنا في سوريا، أتمنى ألا يجوع أهل اليمن بعد كورونا، أتمنى ألا يصاب ولا يموت طفل من الجوع في اليمن كل ساعة بعد كورونا، أتمنى أن تبقى البشرية على ما هي عليه بعد كورونا. أحبتي ختاما أقول، أين الفنانين الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا؟ أين الراقصين والراقصات الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا؟ أين الفنانين والمغنين الذين بلغت مشاهدات أغانيهم الهابطة
ملايين ومئات ملايين المشاهدات. نرجو منهم الآن أن يحلوا لنا مشكلة كورونا. نرجو من الذين يتصدر الإعلام مشاهدهم ولا نسمع في إعلامنا الكاذب إلا أخبار الفن وأخبار المشاهير وأخبار الرقص. تعالوا تعالوا بنا بهم جميعا، أتوهم لنا ليعالجوا لنا مرض كورونا. كلهم اختبأوا في جحورهم وأصبحوا يطلبون دعوة شيخهم وقراءة قرآن من مصلح، وأصبحوا يرتجون وصفة لطبيب ولعلاج لطبيب راتبه أقل راتب في الوطن العربي. وأيضا أطباؤنا الذين نرتجي منهم اليوم أن يعالجوا لنا مرض كورونا، كلهم هجرناهم إلى أوروبا، كلهم هجرناهم إلى أوروبا ليشتغلوا في المستشفيات الأوروبية. الآن أصبحت قيمة للشيء، وأصبحت قيمة للطب، وأصبحت قيمة للثقافة. أدعو العالم الذي أنفق كل ميزانياته، كل ميزانياته على العسكر وعلى القنابل وعلى المدافع وعلى الأسلحة العسكرية. الآن العالم يرتجي أن يدفع مال الكون كله وبترول الكون كله من أجل أن يعالج فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة. ربنا ربنا قد عرفنا قدرنا، يا ربي نشهدك من فوق سبع سماوات أننا عرفنا قدرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت أوروبا تقول انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء، قلتموها الآن، قلتموها الآن منذ أن خلق الله السماوات والأمر متروك للسماء. لكن ظلمكم وكبركم نمتم فيه وغرقتم. يا ربي قد عرفنا قدرنا فلا تطل علينا البلاء. يا ربي عرفنا أننا ضعفاء، يا ربي عرفنا أننا فقراء، يا ربي عرفنا أنك الجبار، يا ربي عرفنا أنك القهار. لكننا نعلم ونعرف أنك الرحمن الرحيم. فيا ربي لا تعاقبنا بذنوبنا ولا تعاقبنا بأعمالنا. يا ربي عم البلاء بيوتنا، يا ربي عم البلاء بلادنا. يا ربي فقدنا أهلا وأحبابا بفعل هذا الوباء. يا ربي نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترفعه عنا. يا ربي لا يأتي رمضان إلا وفتحت مساجدنا. يا ربي لا يأتي رمضان إلا وقد عدنا إلى بيت الله الحرام معتمرين مهللين نعترف بين يديك أننا ضعفاء. يا ربي سنعود بين يديك، ظننا بك أنك ستعيد لنا المساجد، ستعيد لنا المسجد النبوي. يا ربي ظننا بك، وأنت قلت أن أنا عند ظن عبدي بي. يا ربي ظننا بك أننا في رمضان سنصلي ونعتمر في المسجد الحرام. فيا ربي لا تطل هذه الغمة، يا ربي لا تطل هذا البلاء، يا ربي عودة إلى ما كنا عليه من حياتنا الطبيعية، لا مرض ولا وباء ولا هلع ولا خوف يا أرحم الراحمين.